هل الدعاء يغير يرد القدر؟ فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فانفه واكتبني سعيدا، اللهم إن كنت قد كتبتني ميتا فانفه واكتبني شهيدا. جاء في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء. ومعنى القدر المعلم، فإن الدعاء والقدر يتعالجان، فالمراد القدر غير المحتوب الذي ليس بمعلم. القدر المحتوب لا حيلة فيه كالموت، لو قال اللهم لا تمتني بيموت، ولكن القدر المعلق الذي قد علقه الله على شيء، فهذا الدعاء من التعليق مما قدره الله. فقد يكون الإنسان كتب عليه أنه إن لم يسافر إلى كذا وكذا جرى عليه كذا وكذا، فيشجعه الله ويقدر له السفر ويسافر ويسلم مما علق الله جل وعلا على عدم السفر، لأنه سبحانه هو الذي أراد السفر ودبره له، أو علق على ذلك على مرض معين دون مرض معين، أو على لقاء شخص أو ما أشبه ذلك. أقدار معلقة، هذه الأقدار المعلقة إنما تتم بوجود شرائطها التي علقها الله عليها سبحانه وتعالى. وأما ما يروى عن عمر، هذا ليس عن عمر، عن ابن عمر، إنما يروى عن ابن عمر، لو كان يقول الله إن كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا، هذا ابن عمر يظن أنه يعني داخل في قوله تعالى: والله ما يشاء ويثبت وعنده أم كتاب. والمعروف عند جمهور أهل العلم أن من كتب شقيا لا يتزعزع، هو شقي، ومن كتب سعيد هو سعيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القدر قال: ما منكم من أحد إلا وقد بينه مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: من قال إن الله جل وعلا مقدر الأقدار، فمن كان من أهل السعادة يسرى له عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسرى له عمل أهل الشقاوة. وقال: كل ميسر لما خلق له. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره الأسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره الأسرى. وإنما القدر الذي يمحى هو المعلق على شيء، وكذلك الشرائع يسخر الله منها ما يشاء، ينفى الله ما يشاء ويجب من الشرائع والحسنات والسيئات لأسبابها. أما القدر المحتوم الذي كتبه الله ولم يعلق، هذا لا يغير، كالسعادة والشقاوة والموت ونحو ذلك.